السلام عليكم الاخوان، ما تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم ما كتفرجوا في هذا الفيديو، هذا الفيديو الاخوان غادي يكون خفيف طريف باش نوصل لكم الرساله ديال انس الزروري. بعد ما تم الاستدعاء ديالو كنت انا اول واحد صبع لكم بهذا الخبر الاخوان، وكالعاده الاخوان كل شيء كنجيبوا لكم من مصادر موثوقه 100%. بلا ما نطول الاخوان دخلوا ديك في التفاصيل. بعد استدعاء ديال انس الزروري المنتخب الوطني المغربي عبر على الفرحه ديالو بواحد البوست في انستغرام كما كتشوفوا، وقال هذه الكلمات التاليه: لقد كان حلما والآن تحقق، أنا فرح جدا لكي ألعب مع منتخب بلدي، كما أني كنت مشتاقا لتمثيل وطني واللعب في أحضان الوطن، إنه حقا لإنجاز سيبقى في مسيرتي التاريخية، وأتمنى حقا الوصول لأبعد مسافة في هذه الكأس. لدينا مجموعة جيدة ولاعبون جيدون، وسنرفع علم المغرب عاليا في هذا المونديال القطري. صحيح أن خصومنا ليسوا بند السهل، لكننا أيضا لسنا بند السهل، وسنقوم بكل ما في جهدنا للوصول لأبعد نقطة إن شاء الله. كيف ما عرفنا الإخوان، البوست اللي كيلعب فيه أنس الزروري عليه المنافسة بزاف، حيت كاين أناحي إلياس الشاعر وكذلك الموهبة الشابة بيلا الخنوس. هذا ما كان الإخوان بخصوص هذا الميساج خفيف ظريف وصلته لكم. تهلاو ونشوفو فيديو جديد إن شاء الله في أمان الله.